هايلايتس مع نادر على EFM أحلى راديو. هايلايتس على EFM أحلى راديو. مرحبا مرحبا بالناس الكل اللي تفرجوا فينا على EFM أحلى راديو. هذه أول حلقة من هايلايتس، أول حلقة على لونتين، خاطر هايلايتس معروفة على ديجيتال، لكن المرة هذه مش تشوفونا على لونتين. من ضيوف الحلقات السابقه فيها هايلايتس، كما تعرفوا واحد من نجوم الحلقات، يذري حلقه من اكثر لوحات تفرجتوا فيهم، خالد القربي. خالد القربي مرحبا بك. مرحبا بك نادر، مرحبا بالناس تفرج فينا وتسمع فينا على راديو EFM. تحيه خاصه لاصحابي اللي اسمه فيا حميد وكرمة الاولاد. يذري بعد اخر حلقه من بعضنا في بالهم معاش تحضر معايا جمله للناس، والله نورمالمو لكن ما يعرفوش هذيك صحاب يعني ما تصير الحاجات. صحيت خويا، ان شاء الله خويا ايميسيون باهية، ان شاء الله خويا تنجح فيها خويا كيما في ديجيتال خويا. ان شاء الله في هايلايتس كيما تعرفوا انترفيو 1 تو 1، ما تجينا ضيف واحد، لكن اليوم زوز ضيوف، لكن نسميه ضيف واحد خاطرهم بالنسبة لبعضهم هما واحد. جيان بوقطايا زوجة خالد القربي، مرحبا بك. جو بو كونفيرمي اللي هو كان اخر حلقه كانت باش تجي معاك في ديجيتال. حتى انت جيان مشيت فيا اخر مره. انا جيت كوريكت من الاول، قلت لك راهو تيتر غلط. بريف دونك نتمنى لك يكون برنامج ناجح كيما ديجيتال. فوالا، وكيما قال خالد، نسلموا على اصحابنا حميدو كرمة وهادي، نسيت هادي خالد. والاولاد الكل في الكربه ماشيين في اثنين بنزرت. كل ما تنسى واحد ذكرك بيه جيان. قال هيك قلت لكم انتم واحد هنا. بيو في اول حلقه نسمش نرحبوا بالشيف جو كومبوز. جو مرحبا بك شيف يوسف. مرحبا بك نادر ومرحبا بك بالمستمعين الكل. حظ موفق في البدايه نتاع الحلقه نتاعك هذه الاولى ان شاء الله. شكون معايا الحلقات الكل انت جو؟ اي بقدره ربي ان شاء الله باش تلقاو برشا حاجات، كل مره نجيبوا حاجه جديده. سبيسيالمون ديتيكاز زاد الكومبوز تيم كومبوز وكليونيت كومبوز. هايلايتس من توا حتى ما ثلاثه. كما قاعدين نشوفوا نتفرجوا في فيديو كومبوز، هذه في كومبوز المنزل 5، وكومبوز كما تعرفوا موجوده في المنزل 5 وفي العوينه. وبعد تو تشيف جو يعطينا اكثر تفاصيل فيها. تشيف جو انت اللي خدمت البوكس هذول يا دونك حبينا اول حاجه نعرفوا كومبوز كونسيني سبيسيالمون، معناتها متخصصه اللوكلات السريعة وكل شيء، سبيسيالمون متخصصة زادة في اللي بوكس. دونك اليوم حابين نجيكم بوكس نعرفوا به أكثر ونقرب به الكليونات اللي مازالت ما تعرفناش أكثر، وهذه فرصة معناتها استغليناها اليوم مع نادر كأول حلقة باش نعرفوا به اللي بوكس نتاعنا اليوم. دونك جينا أول حاجة جو، معناتها في الفيديوهات نتاعي كل سميتكم ملك البوكس، كل شهر تقول لي أنا بوكس جديدة. اكيد هو في طبيعه خدمتنا انه لازم يكون ديما فما جديد، ديما لازم يكون فما تنوع، لازم الكليون ما يقلقش من الحاجه اللي تقعد تعود له فيها برشا. البوكس في الفتره الاخرانيه معناتها في اكله سريعه في تونس ولا مروج بطريقه كبيره، معناتها
برشا تنوع فيه، العباد ولات تميلو سورتو لي جروب، الاصحاب، العائلات، كي ياخذوا حاجه مع بعضهم يبارتاجيو، كل واحد يذوق من حاجه معينه وكل شيء معين. هذا بوكس تهز امبورتي هذا بوكس سبيسيالمون تيك واي، معناتها اللي مثلا عنده برنامج في بشي بحر، برنامج تعلم في الليل كذا، ينجم يجيب حدنا في كومبوز يلقى بوكس. خالد يحب البحر، يجي يقول تمشي بحر بوكس. اكيد احنا نحاولوا نسهلوا على العباد اللي حتى يبخل بشي حضر حاجه وكل شيء، ينجم ديريكتومون يتعدى عنا فيت في، ما يستناش برشا، معناتها ياخو ان بوكس. معناتها البوكس موجود عنا ابارتير من دو بيرسون حتى شي سي بيرسون، عندنا بلوزيور بوكس في كومبوز، دونك ننصحكم الناس الكل. البوكس هذا موجود سيغ بلاس ولا تنجم تهزو كان معاك هاو معناتها امبورتي؟ لا موجود زوز، نجم سيغ بلاس تاكلو بحذانا، كيف تنجم تهزو امبورتي، معناتها فهمت في الحالات الكل ديما تلقى الحلول مع كومبوز. وفي الفيديو كيما نشوفوا شيف جو ما تجينا في وسط الجمعة نصوروا فيه الريبورتاج هذا، وديما فما اقبال كبير على لي بوكس. شنو السر نتاع الاقبال هذا يا جو؟ اول حاجة احنا التميز نتاعنا على غيرنا انه مختصين بحاجات نتاعنا احنا، دي سينياتور احنا خادمينهم وحدنا، يعني توسكي برودوي تخدم في كومبوز يكون مخدوم سور بلاس ديزي بيس سبيسيالمون كومبوز، بعدها كي تجي باش تاكل ولا باش تجرب ولا باش تذوق باش تلقى حاجه ديفيرون على اي اونسيني اخرى. وبالنسبه للاسوي معطينا الرسمي الاسوي، يقول لك لي بوكس موجودين بارتو معناها. والله الاسوي مش نقول لك ابارتير من دو بيرسون، باش تلقى ابارتير من 45 دينار حتى كي توصل سي بيرسون نتاع 80 كيلو. شقول لك خالد في السوم؟ باهي السوم. وري ساعه خلي مش عارف وري. قلنا البوكس هذا بقد ايه؟ هذا بوركات. فاغي دونك تلقى فيه دو برجر، واحد بولي واحد فيون. مزيان الحقيقه ولا بالحق دو غول مزيان. وسومو قد ايه جو هذا؟ هذا سومو ب 68 دينار، اسمه هابي بيك بوكس. قولك شاهي برجولي شاهي. شنو اكثر حاجه هيك عجبتك في اكثر حاجه تاكلها فيه؟ رغم اني نعرفك مغلوم بالمقلوب انت. مقلوب اي ما هذايا دونك هذاك بان ميكرو خالد هذايا خويا بان رولزي يخرب للتاكوس معناتها سبيسيالمون كومبوز. دونك الباز نتاعو سي دو بولي غري. هذوك من الرول شويه واعطينا رايك خالد. اعطينا رايك بصدق. نزل كيف ترى تعرفني انا نسيت شنو نزيد نعرف نحب تمخمي خالد ما يقولش لي ما قالش لي هاو شنو نجيب لك خالد نذوق حاجه. يعيشك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله بنين بالرسمي والله بدلت رايك ماش مقلوب كهو والله بنين. جي انا باش ناكل حاجه فرصه زاده باش يجيب حدانا خالد ان شاء الله يشرفنا معاه ويكتشف كومبوز صار بعد ذلك الحاجة الجيه انت واجيه لازم تذوق باش نصحك خالد. خالد يعرف من بعد الاميسيون باش باش نصحها في البوكس. بوكس يعرف مش ناكل هذاك سيد سكالوب باني كريسبي فوالا. شفت كيف خالد هذا زين ولدي كان تجيب له هذا شيخته خالد جبته ما حق نجمني الحلقة اي الكل نجمه بعضنا بلين هذه دقيقة بركة تحية خاصة لصاحبي هادي نسيته في طريق بنزارة الحوم فهمت خاطر دوين هو بليد شويه يا ما مسيش نقدم له تحيه وتحيه ليه بس ماشي بحذاه الجمعه الجايه زيد بنزرت نورمال زيد باش شيف جو نلقاو في المنزل 5 وفي العوينه فوالا اي موجودين عندنا دو ادريس دونك العوينه في لونتري الاولاني تاع العوينه وفي المنزل 5 نهج معاويه بن ابي سفيان. بالبوكس هذا حكينا فيه شنو فيه بالضبط ما تخالد عجبو الرولز ما تعجبو كي شافو وكلي منه يعجبو عطينا شنو فيه بالضبط انت البوكس. دونك الكومبوزيسيون نتاعو تلقى فيه 4 باركيت، باركيت بولي كريسبي، باركيت سالاد سيزار، باركيت باستا صوص بلونش، وعندنا باركيت بوتيتوس مع صوص شيدار. تلقى معاه دو برجر، واحد بولي باني واحد فيوند، وعندكم دو رول سكالوب غري ومع تروا صوص وشوا معناتها ثم صوص ماكايفر هذايا باز بيستو. نسمع صوص ماكايفر قولي جي. صوص شيدار دو باز فروماج شيدار وعندنا صوص سبايسي اللي هي حاره معناتها. هذا اسمه لابي بيك بوكس دونك. هابي بيك بوكس. هابي بيك بوكس. عجبوني الاسامي هكا تحس فيها. عجبتها محلاها. اي اي بون الاسامي ما تعرف معناتها كوميم تجبد زاده. سورتو انت كي تمشي في ستيل اخر معناتها معناتها فهمت. سورتو هو كل شهر يعمل بوكس جديد لازم هو ديما ينوي فوالا اي مازال مازال اسامي الجمعه الجايه شنو محضر لنا جو؟ ان شاء الله بوكس اخر خليه مفاجاه بوكس اول مره بشوفوه في الراديو مره اول مره سي ديجا مازال كيتلانسا جديد في كومبوز
ان شاء الله باش نشوفوه هنا معاك في الراديو، نجيبوه معنا ان شاء الله ويكتشفوه معنا زاد جميع المستمعين معناتها. ميرسي بوكو جو، نشوفوك العالي جماعة جايين هالحد. عايشك ربي يفضلكم. سلامة سلامة. هايلايتس مع نادر. هايلايتس مع نادر على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم في هايلايتس، مازال متواصلين حتى المرة الثالثة. تو باش ندخلوا في الرسمي. تو معنا جيهان وخالد حاضرين ويلي. حاضرين للجو. خالد لك وكان حويجه خفيفه ذيق. تو ان شاء الله نصوروا في فورمه. مريقل خويا. لكن ما تحبش الاسئله المهرجه برشا وكل ما خفيف. انا معاك يا اخويا. معايا ديما معايا في حاجه خالد. وريت عارف نعرف كيش تو نفنتي بيك. تريب لك بيان بالخبره شويه العام. اي استانس عاد. ولا نصور جيهان انت اللي رانيتو. انا كوتشيتو بكده. هو سيد كوتشا ديجا وحده وانا هاكا ديما شد. بين نبداو بخالد. اول سؤال خالد. عارف شو ندخلوا طول في السؤالات؟ طول في السؤالات. لا سلام لا حد شيء. سلام لحبيب. هو باش نعاود نرجع لك نتعرف عليك اكثر جيجي. لا مش على تعرف على هكا سؤالات طول. طول سؤالات في ندخلوا في الرسمي. نبداو بخالد. خالد كان يجي نهار وتفقد الذاكرة، شنو هي أول حاجة تفكرني فيها؟ تفكرني أنا. فوالا. زين. أوكي. يجيبها باهي. أيه. ربي يفضله لكم الزوج. عاش. ديما نشوف فيها على انستغرام معاكم. نمشيو توا جيجي يا. شو ما احلى ثلاثه ذكريات بالنسبه ليك مع بعضنا؟ ان فيت جي با دو ميير سوفنير. خاطر كل سوفنير مع خالد ولا مع زين ولا مع عيلتي عنده سا فالور، معناها بالكش لو ميير سوفنير. ثلاثه اعطيني مع خالد. ثلاثه مع خالد اللي هاني قلت لك با دو ميير سوفنير، الكلهم عندهم كل حاجه عندها لا فالور نتاعها. دونك يمكن احسن هكا سوفنير نجم معناها نختاره نهار اللي عرفنا اللي زين جاي في ثنايا. فوالا مي سينو شاك سوفنير عنده سا بروبر فالور، معناها ما نجمش نختار ان سول سوفنير في حياتي انا وخالد. لكن هذا اللي يقعد ماركو اكثر واحد معناها. ما فماش حاجه سبيسيال وحدها، خاطر كل وقت نعديه معاه عنده سا فالور. توافق الراي خالد. كيف كيف قلت لي اي طول. ونرجعوا لك خالد. شنو هي الحاجه اللي عمرها ما تبدلت في علاقتكم؟ معناتها من اول نهار عرفتها لتو عمرها ما تبدلت. قعدت هي بيدها معناتها ما تبدلتش. فهمت معناتها طبيعتها هي بيدها معناتها. مش كيما نقول لك هاي قبل العرس وجه السوق. فما كنسيه قبل العرس وجه السوق وبعد تتحول تتحول يدخل شعبية ذي هي اللي بخذها انا. جيهان نحسها مسلمة ما تشتقعد بيدها حيطة كاملة. بيس انا بيس. حتى ما عرفتك مشيت فيا نورمال معناتها هذيك هي تقولي لك في وجهك عرفت. اي انا هكا قد ما نحبش ديجا نحضر برشا في لي بلاتو على خاطرك، وانا غلطت قلت لك اوكي البارح هكاك في بالي. داخل جاني خالد واحد. انا قلنا له هنا قلت له اوكي خاطر جاي في ساعه سعيده. نرجعوا للجيل. وقتاش حسيت روحك تحب خالد؟ وقتاش حسيت روحي نحب خالد؟ تقوليش من اول نظره. لا مش من اول نظره. لا انا ما نعرفوش من الاول والحقيقه، معناها برشا عباد تحسبني نعرف خالد من الاول، هو انا ما نتبعش كره جمله وما نعرفش خالد قربي. بون نسمع بالاسم خالد قربي اوكي، مي جو نو كونيسي با لا بيرسون، معناها ما نعرفوش. اذا تعرفش كوره ماكش تكون تعرفه. صحيح ما نتبعش كوره بحكم خدمتي، معناها تعرف معناها عرفنا بعضنا. دونك عرفت روحي نحبه كي هو فات اول ما عرفنا بعضنا قال لي باش نعرس بيك طول هكا. انا قلت هذا مهبول معناها من الاول طول خالد حتى انت ما عرفها شويه قبل طول دخل طولك. دونك قلت با انا وقتها عرفت كي يخفي هكا على قد مخ، وانا بيدي ما زلت ما نعرفوش الكل. مي اول هكا مره قلت نحبه واللي امبوسيبل معناها نجم نصور روحي مع حد اخر بخلافه هو. وقت اللي خالد بعد معناها الصيف هذاك اللي قال لي باش نعرس بيك، قلت بالكشي معناها بخيتو كان معارس قبل ومعناها كيما اي عبد كان متعدي بمشاكل وكل، ما نجمش نعمل عليه من بعد. من بعد جو سوي دي لي الا معناها الا في لي بروف نتاعو نيسيسير اللي نجم نعمل عليه في حياتي. دونك جو سوي دي امبوسيبل نجم نعيش بلاش بيه العبد هذا ولا. دونك
بالابخاف اللي عملهم في حياته باش كيما شنو الابخاف عطينا حاجه كيما قلت لك كيما لي سوفنير يا با اون سول بروف يا با اون ان سول سوفنير جي ما تحبش تدخل برشا في لي ديتاي ما ندخلش ما نعطيكش الريبونس اللي تحب عليها انت تفهمني انا انت جورناليست وانا جورناليست دونك قولي اي حاجه نسيت قولي المهم جاوبني نجاوبك على قد كيما انا نحب نجاوبك دونك فوالا عرفت روحي نحب خالد كيف عرفته بطبيعته كيف عرفته على طبيعته الحقانيه اللي العباد قبل ما تعرفش خالد تحسبه معصب تحسبه نرفوزي كيما في التيران الوغ كو سي اون بيرسون تري سبونتاني تري ناتوريل ويقول اللي على لسان يعني على قل على قلبه وعلى لسانه دونك سي اون بيرسون اللي لقيتها نظيفه من داخل بالعكس خالد حاجه نحب نقولها حسب ما نعرف انا شويه خالد مش كيما في التيران جمله بالعكس كالم ورزين على الاخر في الدنيا وسي غار وين تلقى توا راجل في وقتنا توا اللي بالحق نظيف من داخل خالد هاو صحابو يسمعوا فيه العباد اللي تعرفوا لونتوراج نتاعو الكل يعرفوا اللي خالد نظيف برشا من داخل دونك فوالا هذاك في الكوره حكيت يسخن ويولي ويتنرفز وكل هذاك تبع السبور هو تبع هذيك الكوره نورمال معناتها ما تنجمش انت معناتها تبدل هذيك الخدمه نتاعك انت كاركتيرك معناتها انا كاركتيري نغير على جمعيتي نغير نحب نربح معناتها حتى نلعب تروح رامي تروح سكوب نحب ديما نربح فهمت ربيح دونك وديس ما تلعبش مع رامي يجي هنا صح لا لا وديس راهو معناتها هذه حاجه باهيه معناتها فهمت فما عباد تمشي تخدم معناتها راني مركي في نهاري ونروح ولا نمشي نكور مركي في نهاري ونروح نخفي شهريه كي نلعب كيما نلعبش انا ليه كيما نلعبش ندوين كي نقعد على البنك ندوين فهمت معناتها نقعد معناتها كيما نقولوا نصير ربيح ولا نرجع لك خالد شنو اكثر حاجه تحبها في جيان واكثر حاجه ما تحبهاش فيها ما تقوليش ما عندي حد شيء ما نحبهاش فيه لا لا اخي بحاجه عندها تقنقين كيما نسي كل يقول واحسن حاجه تبيعتها ولا سنسيريتي نتاعها سنسير صحيح كلام جيان هو قال ليش تقول لك ايه تقنقين بوسيبل تقول لك ايه ناخذها قال ليه تقنقين تقنقين كيف لعبت الكل ما ا بيتيت دوس مانيش غنغنا لا لا غنغنا دوزا قوي شفت كيف اختاري بلي مشكل ماشي بلا مشكل بين نرجعو لجيجي شنو الحاجة اللي تخليك نهار تجم تبعد عليا حد شيء جاوب دبلوماسي لا ولا حد شيء حد شيء حد شيء خاطر نعرفو هو شنو مش باش يخليني نوصل ما نحبوش معناها ما فما حد شيء نجم معناها ما نجمش نقول سي يعني مش قران هو كلامي اما حد شيء حد شيء ما يبعدني على خالد وجو بونس هو كيف كيف هاو جاي تو سؤال يشبه له شويه بصراحه خممت نهار تقص معايا ولا لا ليك انت خالد هذا خممت نهار لا ولا لا حتى من اول ما عرفت قبل ما تعرف كل شيء حتى الثانيه هاك لا لا ورا الزين حتى من الاول البريود الاولى ما مش لا لا ولا لا ورا الزين عمرها ما جات المخ لا عمرها الحمد لله ما الحمد لله جيتوش البوا كما يقولوا الحمد لله جيه انت شنو هي اصعب حاجه في العرس بالنسبه ليك لونتروتيان نتاع العائله معناها لونتروتيان نتاع المحبه اللي في العائله اللي لازمها تقعد على طول و ان ميم طون لا ريسبونسابيلتي نتاع العائله سورتو كي يوليو صغار وكل شيء لونتروتيان نتاع العائله هذاك هو اصعب حاجه معناها بور موا خاطر انا راهو كنت ديما هكا نحب روحي ترانكيل بيس ما نحبش تكسير راسي هذيك لازم تجيها مرحله في الحياه فينالمون لونتروتيان خاطر اوكي زوز عباد يحبوا بعضهم متفاهمين يعديوا وقت معناها اون بون بيريود مع بعضهم من بعد تولي لونتروتيان نتاع هذاك باش تنجم تحافظ عليه معناها فوالا هذاك هو اصعب حاجه هما الصغار كي تجيب صغار مسؤوليه كبيره يا انت هي واصعب حاجه ميم طون اصعب حاجه ما قلتلكش اصعب حاجه احسن حاجه هي في الدنيا الصغار اما كيفاش بتلهي بيه فهمت لازم تعطي وقتك الكل فهمت لازمك تجيب الصغار ومن بعدك تقول خليه ما انت لازم ديما لهي بيه وديما يلقى صوتيان وديما تكون حنين معاه وديما فهمت باش تربية بالنسبه ليك خالد جهين ام مثاليه ولا لا توا توا خاطر من الاول خاطر من الاول حاجه اكسبيرينس جديده ليها والاكسبيرينس لي روبير نتاعها لا الحقيقه هو خالد اللي بلوس مش بلوس بريزون اما خالد عاونك اكثر كيما اي اي خالد مستين معناها يحب الصغار ديجا وانا ما عنديش برشا صعبين كيما خالد معناها نظهروا العكس راهو مي او فون خالد اللي بلوس سيس معناها مع الصغار وكل وانا ما نعرفش معناها اول صغير في حياتي معناها ما جبتش صغار قبل دونك ما نعرفش كيفاش
ومن الاول لقيت روحي ضايعه زوز بيبيات هو يجري فيهم انا وزين. دونك من بعد هكا بشويه بشويه وين وليت من علاقته مع زين حسنا نشوفه خالد نعرف اللي مش يعاونك اكثر في الحاجات. اي اي هو مع زين ومع بناته راه كيف كيف حتى ريحانه وليانا لا غولاسيون خالد وصغارو اللي تري سبيسيال. نرجع لجي جي توا وجودي في حياتك كنت تلخصه في كلمه شنو تقول وجود خالد فوالا في حياتك انت كلمه خالد في كلمه في كلمه برك خالد في كلمة كيف ما الأخرى ما يتخالش في كلمة خالد خالد في كلمة راجل راجل بالحق راجل 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 معناها مانيش أنا بركك الناس قلت نجم تكونفيرمي لك هذا خالد راجل بوان هذاك شنو نجم نلخص لك خالد في مش راجل معناها لو سكس مسكين راجل فوالا راجل رجولي فوالا وده مش رأيك انت برك رأيك أي ناس كل ناس كل ناس كل بحق خالد أكثر حاجة ميزة فيه اللي هو راجل وصاحب صاحبه معناها ماهوش عبد إيبوكريت ماهوش عبد كيما هو ما نظيف من داخل كيف ما قلت مقبلة شكرتك برشا خالد حلقة شكر خالد اليوم ما قلتوا لي ما عادش تعمل بينا البوز نشكروا في بعض اي تخيف حلقة مش تعادة عرفتك اللي هكا فاد ما فماش فماش تبلبيس انا جاي شوي لازمني اللمسة نتاعي يعني نشوفوا شنو باش تعمل كان هذه آخر مرة نشوفك فيها شنو هي آخر كلمات تحب تقولهم لي هذا سؤال خالد عاود سؤال سؤال آخر سؤال حتى كان هذه اخر اخر مره نشوفك فيها شنو اخر كلمات تحب تقولهم لي اعطينا خالد بنحبك كهو هذه رد على زيزو رد بالك على زيزو اي فوالا يحبك انت رد بالك على زيزو لوجيك معناتها كلام بيقولوا جيجي هذا اخر سؤال لك انت في الفقره هذه يقولوا بعد 7 سنين عرس وانتم عندكم 7 سنين ربي يفضلكم من بعضكم يقولوا متى العلاقه بين كوبل يا تكمل يا وقتها سي بون قصوها ما عادش فما بيننا شيء فوالا اللي هو اصعب هما بارمي الاصعب الاعوام في حياه لي كوبل انتم بعد ما وصلتوا لا عندي طفل صعب يسمع فينا مريشه زيدوا ديديكا قال لك كوف خالد راجل يجو كونفيرم قال لك قول له زيدوا ديديكاسيخ زيد تقول لهم راهو راهو طباخ لازم نجيبوه راهو طيب نجيبوا حضروا معنا في البلاتو خير والله جيبوا الحلقه الجايه طباخ جيبوا وحميدو جيبوا نعملوا له فيديو زيد ما فما حتى مشكل باهي دونك شنو لا كيستيون عاود لي لا على لو كاب دي سيتون لو كاب دي سيتون لو كاب دي سيتون اي بان شنو باش نقول لك باش نقول لك ان شاء الله نتعداوه سي فري كو مش سعيد بالحق انا من الاول ما نحسبها تفدليكه معناها نحسب جو بونسي كو سيتي اميت معناها بور موا سيتي با فري اللي هو يافي با دو كاب معناها العوام الكل اللي تتعدى بار دي او دي با اما بالحق كي نجي نخمم فيها معناها العام هذا من اكثر عوام صعاب في حياتنا زين هكا بدا يكبر وبدات لا ريسبونسابيلتي تكبر معاه وحياتنا احنا بدات معناها تحس لا ريسبونسابيلتي البيز و وتغرق فكل الجو نتاع الريسبونسابيلتي والصغار وتتخمم على مستقبل صغارك اكسيتيرا اكسيتيرا لين تنسى شويه لو كوبل نتاعك بعد هكا فيسا فيسا نلقفوا روحنا انا وخالد راه هكا نعملوا جمعه ما نتعاركوش روينا بالحق يقعدوا بيتين فينا راه الحمد لله يا ربي نتعاركوا يمكن مره في تبداو تخموا هكا تفهموا روحكم نتعاركوا مره في 7 سنين هذه هي بعد 7 سنين صار بعد 7 سنين نتعاركوا هكا عركات خفيف وما نرقدوش الا ما نسامحوا معناها انا وخالد فهمنا ملي عرفنا بعضنا امبوسيبل نهار نرقدوا احنا متعاركين معناها امبوسيبل باش كي دراش يصير ما نرجمش نرقد نبكي وهو ما ينجمش يرقد متغش دونك تعديتوها تعديناها الحمد لله مازال ما كملش العام المهم تعديتوها بعد سبق لي العركه صارت وسي بون وفق الراي خالد وفق ما يحمسك شويه على السبورت قبل ما تعدي الجي جي رتحني شويه ارتاح شويه الجي اسمع خالد وين نبداو نحكي لك على 4 جمعيات تعطيني رايك في 4 سوجي ديفيرون فهمت نبداو بالكلوب الكلوب كما تعرف في البريود هذه خالد خذاها كل شدها مستثمر جديد هذا البريود هذه تشبه شويه المرحله التسليم الريحي وانت كنت لعبت في الوقت هذاك تشوف اللي هذه حل من الحلول مش تعدى الازمه نتاعها الكلوب اوبليجي هي حل من الحلول اوبليجي بيان سور اوبليجي دونك خاطر الحقيقه شو بالنسبه لي انا لعبت في الكلوب لعبت في وقت يشبه الوقت هذا لعبت في الكلوب في وقت دوب ما جا سيمريت شريوني من قطر معناتها فهمت عملوا عمل امبوسيبل جيت للكلوب دونك شو جمهورها ما يسحقش جمهور النادي الافريقي
يحبك برشا خالد. يحبني هو فهمت، ما يستحقش اللي تعدى به المسؤولين الكل، خاطر الكلهم معناتها ما كانوش على قد المسؤوليه نتاع جماهير النادي الافريقي وباللطخات اللي صارت وبالحقيقه فهمت. دونك بالنسبه لي انا المستثمر هذا جديد باهي للنادي الافريقي، باهي للجمهور اللي باش يخرجهم من الازمه اللي فيهم. ان شاء الله المسؤولين تو اللي شادين هذوما ما يغلطوش الغلط اللي غلطوهم قبل، ويزم يعرفوا كيش يجير معناتها لو ريكيب، ويخموا في معناتها مثلا انا في بوست في النادي الافريقي كسوا البريزيدون ولا المسؤولين، نخدم جمعيتي، نخدم جمعيتي مش نخدم من مصلحتي انا على النادي الافريقي، نرى مريو النادي الافريقي ونرى جمهور كيفاش تعب، ونرى العباد اللي عنده 100 سنه السوفغ وما ما 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 حضروش على التيتر معناتها سبيك انت معناتها تحبون تعبش معناتها جمعيه كبيره تقعد هكي مات بالديون اللي عندها. وان شاء الله اخويا زاد حتى الملاعبية اللي تلعب واللي باش تقعد تعطي حق المريول اللي ولا مش يجيو جدد زاد متى تحب تقول نفسها في كتير متى دونك المستثمر هذا بين النادي الافريقي خاطر شو شامبيونات ما تبداش فيها الكلوب سي اس اس بنزرت ستاد ليتوال هذوما يبداوش معناتها مفورمين وعندهم جوارات باين وما عندهمش ديون، تبدا شامبيونات بي سيتو بترجع عم جي بول بركه، دونك تبدا كونكورونس مع الاسبيرونس وفهمت. من حكيت على جمعيتي انا سي بي خالد، سي بي كما تعرف السنه وصلت فينال كوب مع جمعيتك انت اللي هي الملعب التونسي لكن في الفينال خسروا، ومن بعد الفينال بالضبط تغير المدرب اللي هو ماهر الكنزاري بعماد بن يونس، رغم اللي قالوا فهم بروجي نتاع ماهر الكنزاري وان شاء الله تكمل وكل شيء. اسمعني يكذب عليك راه فماش هذه لغه بروجيات عام بعد وترسنوا وين مصلحته وين هو فهمت. دونك شوف هما علاش بنزرت عم تاع موسم اكسبسيونير رغم اللي بالصغار لعبت كلها بالصغار كل كلها اولاد مخيف مير بمير زيتون 27 سنه والحارس اشرف كرير كلهم صغار موين داجر نتاعهم 21 نور فوالا فهمت. كيما جاش مير زيتون وكرير هما اقل من 20 صحيح فوالا فهمت. دونك ما انت وصلوا فينال تحبوا تلعبوا ستاد تونيزيان من احسن جمعيات السنه معناتها لولا بنزرت عملت هي نورمال رايك نورمالمون كي جدا يدينا راي في البلاي اوف معناتها خسرت الماتشات الاولانيين ما تعدش بهم البلاي اوف دونك وشوف كان ما بيعوش جواريتهم بالصغار هذوما معناتها تعمل بروجي. وعماد بن يونس راهو من احسن المدربين بالنسبه لي نشوف ليتوال اللي كانت في ازمه وما عندهاش جواريته وشو خلاها معناتها تصور على جيش تعمل سيزون خير سام سيزون خير لا سام سيزون طير اش اسمع شوف انا عندي من اقوى ماتشواتي راهو في ملعب 15 اكتوبر راهو كي كنت نلعب في الترجي من اقوى ماتشواتي في 15 اكتوبر ماضي ما ضد بنزر في بنزرت قدام الجماهير هذيك الكل رغم اني ديما تلعب ضد السيابي لكن شفت في الاخر في التعليقات يحبوك جمهور السيابي لا لا يحبوني خويا نحبهم بنزر انت عندي برشا اصحابك بنزر عندي برشا اصحابي الحقيقه اياب مباركي كلمني الايامات هذوما جا بحذايا برشا اصحابي معناتها ومرتي بنزرتي تحب السيابي يا جيجي تحب حتى كان مش الجمعيه الاولى تحب اي نحب نزرت معناها انا امي بنزرتين نحب نزرت انت كوره قلت لي ما جوي جمله اما مش جوي بقى ما عنديش اون ايكيب هكا بريفيري ما نحب نزرت معناها ما نكرهش ولا سهل لقبك في بنزرت وين منين بنزرت بالضبط عين مريم عين مريم ها وليت حومه طلع انا كنت في البحيره تذكرنيش اوكي قريب طلعنا في طلعنا وليت حومه انا وجيهن شفت خالد وخدمين قبل في نفس البلاصه في تونيفيزيون بدينا بعدنا في تونيفيزيون وين مشيت تو ليتوال ليتوال مازال تمر في ازمه عكس الكلوب مازال ما عنديش مستشار كبير شكون ليتوال مشكله ليتوال الحقيقه ليتوال اللي قاعد مشكله اسمعني الوحيده اللي قاعده فيها مشاكل ليتوال على خاطر تحب ولا ما تحبش معناتها سوسه بلاد مزيانه فيها برشا ديزوم دافير لو واحد يحب يعاون ما انت جمعيتكم ولا غريبه هذه غريبه ما انت غريبه ما انت وقديش منهم هم جمهور ليتوال زاد باش لم ايش يقول لك الديون برشا خاطر ليه ليه قديش يا اخي برشا اخي برشا ديزوم دافير راهو في سوسه راهو ما انت فهمت والله مشكله والله مساكن والله جماهير مساكن تاع ليتوال على خاطر ما التو لقاو سوليسيون ما لقاو سبونسور حتى سبونسور اللي كان هذاك تنحى ما انت مشكله راهو عنده برشا ديون وبرشا شكايات جايه دونك من انا نحبوا نشوفوا الشامبيونات عم جي بول بركه في 14 ولا 15 كيم ترجع الناس الكل مع انت سي بي وهذوما وبوليتوال الكل باش ترجع فما كونكورونس مع الاسبيرونس ومع الناس الكل وتقوى الشامبيونات نتاعنا وتولي فما جوارات
خاطر تو تحبوا ولا تبس الاعوام الاخرى ماش فما جواريات ماش فما واحد جوار تونسي انت تو كيما ناسيونال كلها من برا قالت لي ترا كان تسمع كان بالدراج الضوادي مساكني نفس الاسامي نفس الاسامي معناتها فهمت فماش ما خرجتش مع ما خرجتش جواريات كيما الشيخاوي ومساكني ودراجي اعطيني تو خرجت الشيخاوي معناتها ما داك وصل كبير في العمر لعب مع مناول في بلداريان ولا لعب حتى مع كيما ناسيونال ما تبدل ورجع كيما نقول مع الجينيراسيون هذيك اللي لعبنا فيها نحن من بعد نحن ما خرجتش جواريات فماش اعطيني جوار خرج تقول تو سميحة يلعب تو هو احسن واحد فيهم في الكلوب احسن واحد ايوا مت الكره معناتك كيش وليت معناتك تقول لي خالد انت كي تعمل شويه بريباراسيون فيزيك كل تجم ترجع تلعب بارابول موجوده بارابول موجوده نجم نلعب حتى بشويه خبيثه ونعرف كيش نسرق في التيران نجم نلعب مع هذو انا نعرف انت ما تحبي ما تلقى روحك معناها نجم نلعب ليه ولا ولا حكيو تو على اسبيرونس حسب ما تشوف في جمهور الترجي مشكلتهم بالبريود الاخرى لا تكون رودريغيز يحبوه يقعد بيان سور لازم يقعد ما يقولوا حتى كان خلاص فما معاوض نتاعو ماركي لك 11 بونت في 11 12 ماتش ولا 13 ماتش فهمت كيف طيب بن زيتون بالضبط هالسيابي كيف اي فوالا معناتها نجحت تبوا ما تهبش نحن ديما فكرتنا يقول لك برازيليان واللغه خاطر صعيبه راه واللغه وجيل تونس شنو لكن نجح نجح خويا خويا نجح خويا عندنا برشا مانين نشا تكون اول واحد نرجع لك في اول واحد اللي المحلين هذوما وجايبين لاعبين شويه كوره معناتها فهمتني لا ماهوش مهاجم ماهوش اول واحد قلت لهم راه باش يطلع اتاكون وعندنا برشا ما تخنيش اتاكون انا قلت لهم على برشا ضحكوا علي قالوا لي رودريغيز برشا عبيد كيف على طيب بن زيتون قلتها انت كيف كيف فرش فيها قلت عليهم فهمت ودار درت لايمات والناس كلهم رودريغيز تو الناس كلهم ولا رودريغيز باهي حتى طيب بن زيتون قالوا ماهوش مهاجم وبريود برك طيب بن زيتون طيب زيتون ما مستاج الاخر في الكيم ناسيونال ما فهمتش متصرك فيش مراش معناتها برشا قالوا الاول ماهوش مهاجم وبريود برك يا اخي مالك 12 11 فوالا معناتها فهمت نورمالمون راه في الكيم ناسيونال عطي الشونس لعباد معناتها عطيهم شونس خليه يلعبوا تتاو قاعد ليه الوجوه ما انت حتى تنحى الريوس تقعد هي نفس الفكره ما انت في الفيدراسيون ولا في الجمعيات ما المشكله في المسؤوليه راه مشكله في المسؤوليه يا قد يا ماكش قد اخوي هاي خالد زينب بالسبورك حكينا على الجمعيات الكل في دراس شفت كيف نرجع جي جي تو جين بوقطايا انت اعلاميه متخرجه من ليبسي معناتها صحفيه صحيت فوالا مانيش سلمى مرت خالد القربي فوالا على هيك انا قلت لك انت زوجة اللاعب اعلاميه صحفيه جين بوقطايا انت تحكي على الباجيت خالد احنا ما عندناش دخل فيهم اي اي لا لا جوست معناها عجبتني اللي انت تو بريسيزي خاطر باش عبيد تعرفش تعرفني جوست مرت خالد انا قاريه صحافه في ليبسي زاده في ليبسي اللي هي معهد صحافة في تونس الأول وأول إكسبرينس عملتها اللي هي كانت في تونيفيزيون وقت اللي كان البوز فعل أيامات وقت نزار الشعري ومريم الصباغ وقتها كان وقت البوز قبل مريم الصباغ احنا تونيفيزيون سيتي نزار شعري نزار شعري انا هيثم المكي ويقام حاحة ويقام حاحة تحية ليها غفران خمسة ستة من الناس ذكرتني فيهم معز من بتيت اكيب اللي بدينا مع بعضنا وقت اللي كانت تونيفيزيون لو بابي قبل ما يكون سيت معناها وحده معناها بالنسبه ليا جي جي تقص عليك سامحني تونيفيزيون هي اللي خلقت البوز معناها وقت اللي كان البوز فاعل معناها احنا وقت اللي تخلق البوز وقت اللي بالحق معناها سيتي لو فري بوز اللي هو مش اللي ترا فيه توا ادوبال وقتها احنا اللي خلقناه في تونيفيزيون ولي سواري تونيفيزيون ولي انترفيو تاع تونيفيزيون ولو موند نتاع الميديا نتاع اللي تخلق في تونيفيزيون في البيريود هذيك c'était vraiment خدمه يعني travailler ماهوش وكل شيء استراتيجيك ماهوش كي اللي يجي بعمل فيديو احكي كيما يجي c'était vraiment un truc travailler اللي نخدموا عليه une équipe pendant شهر كامل باش نخرجوا une couverture à la Tunisvision اللي الناس كل تقعد تحكي عليها من بعد ومعناها بالحق انا تو كنت فاكر من احسن بيريود في حياتي اللي هي تعديت بها باك لو باساج ما بين القرايه والتلفزه في الوسط جات Tunisvision اللي هي دخلتني للموند نتاع الميديا لكن بعد كملت ما قفتش غادي وخدمت حتى في برامج اخرى ناجحه في التلفزه من التلفزيون مشيت للموزايك من الموزايك خدمت في التلفزه تسعة الحوار ومن بعد قعدت في الحوار التونسي اللي هي لا دوزيام بيل اكسبيريونس بعد التلفزيون معناها خدمت في برامج انت يشبه شويه البرامج هذوما هذا فيهم اي هما اللي بداو معناها اللي بدينا بهم وقتها ديفيرتيسمون وقتها مع امين قارة ومن بعد مع جعف القاسمي اللي بعده معناها برامج ناجحه الكل اللي شفتهم العوام الاخرى دونك هذوك من البرامج الكل عفيت انا وصلت لتاب اللي في عمر صغير
اللي مش برشا في عمري انا ماني نجم ديجا انا وقتها جافي ان بروبليم اللي حتى كي نمشي لي كونفرنس دو بريس اكسيتيرا ديما نلقى روحي هكا يغزروا لي هكا يحقروني يقول لك هذه واش مدخلها وصغيره وهكا ودرشنو معاك يحقروني. ومن بعد كي يجيو يشوفوا الخدمه اللي نخدم فيها في التلفزه ولا كسوسوا في التلفزيون قبل يقول لك هذه كي تخدم في هذيك دونك من بعد لقيت روحي يا ماما وقت اللي عرفت خالدي انا وقتها ديجا جو سورموني معناها سي وصلت ليتاب اللي اوفردوز من التلفزه ومن الميديا ومن البوز ومن الخدمه هذيك كنت تحب الخدمه كل ما تحب توا انا راه احسن حاجه في حياتي صحافه معناها نحب خدمتي ونحب الموند هذيك اما كي وصلت سخت ماما اللي تعبت سيكولوجيكمون معناها شنو اكثر حاجه تعبتك في الدومين جيم كل سنه لي كابريس لي كابريس دي نتاع العباد اللي تخدم معاهم لي كابريس دي كرونيكور لي كابريس دي انيماتور اللي انا نستح معناها كيما تعرف انت في البرودكسيون tu es une éponge اللي لازمك tu absorbes l'énergie نتاعهم الكل ولازمك تلقى حلول للناس الكل ولازمك تمشي البلاتو نتاعك وصعبيل وذكي وبرشا وصعبيل واللي تحب انت وانا عبد هكا معناها ما نحملش فما حاجات ما نحملهمش ويا بيك سانشد في قلبي دونك وصلت ماما اللي ما عادش نجم نستحمل مي اون ميم طون نحب خدمتي معناها توا جو مدي الحمد لله ربي جاتك البوز نتاع الماتيرنيتي وجبت زين وتلهيت في ولدي وكل اللي باش ارتحت شويه دونك توا امبوسيبل نجم نعيش من غير ميديا وامبوسيبل نجم نعيش من غير صحافه ان شاء الله نحضر يام بروجي ميدياتيك على روحي هذايا شنو في عادي ديجيتال ولا في شنو انت نقولوا ولا ما تقولتنيش الديتاي قولي تلفزه راديو تلفزه راديو ولا ديجيتال الكل الكل دونك ما نجمش نقعد من غير ميديا وما نجمش نقعد من غير سيت باسيون اللي عندي في من داخل شكون انت الانيماتريس جي عمري ما نكون انيماتريس انا جو سوي لو ماريونيتيست قلت بليك المره هذه تحب تبدل جي ما نحبش جمله انا عندك بروفيل لازم ينجح على الاخر على هيك ما نجمش نتفاهم ما بون جو نو سوي با مانيش مسكره كيما من الاول قلت لي على موزايك وكمان ما عندي الحق نقول موزايك ما ميسالش بالطبيعه فادلك سمير بذات كلها كيف ما ملول قلت ليه امبوسيبل نحط من نكون انا في الواجهه معناها كسوسوا راديو ولا تلفزه ومن بعد لقيت روحي اليز في الراديو والاليز في التلفزه كيف كيف ما انا اللي اقرب لي معناها ارتاح لي نحب لا برودكسيون نحب جو فو اتر ماريونيتيست ما نحبش نكون ماريونيت tu vois la différence et tu sais la différence c'est quoi معناها ماذا بيا انا نحكم ما نجمش انا يقول ماذا اللي قلقك في الخدمه كذا في التلفزه مثلا دونك اخذت سيت بوز لا اللي ارتحت فيها وتليت فيها ديجا وقت عرست وجبت زين وكل دونك انا اختصت متوا سي كهو تعرف خالد البرامج اللي سميتهم لي خدمت فيهم هي بعد هذوك ما ليش برامج يخلي الناس ما تفهمها ما تفهمها لازم نرجعوا جيين مالك هاكو هاني خال دايخ انا علاش ما رجعتش وقتها التلفزه العامين هذوما اللي فاتوا على خاطر جو مي فواي بلو في حتى شيء الكلهم عملتهم والكل صحيت ولي كرونيكور سي لي ميم كرونيكور سي لي ميم تات نحبهم الكل راهو وصحابي الكل التوا هاو يعرفهم خالد مي انا جو ناري بلو ا سوبورتي سي جون لا صحابي ونحبهم وكل نحبهم البر في الخدمه ما عادش نجم بفليكس اكسبيريونس جديده نتاعك شكون معاك خالد جي ديما خالد معايا راهو احنا بالحق اوني ان كوبل فيزيونيل معناها اون سو سوتيان هو جو لو سوتيان في سكيل في اي ايل مي سوتيان في سكو جو فو فير و الا اللي نخمم فيه باش نحب نعمله دونك فورسيمون باش يكون معايا خالد انا ديما مع صاحبي جلانزر مبيع صاحبي مش بدلك بجلانزر جلانزر خويا صاحبي قلت هونتي انا نحكي على حاجه اخرى فهمتك انا فاهم حتى هو فاهم بنعمل لك انترفيو صغير جين تفضل نعرفوا اني خدمت في التلفزه وفي الراديو كما قلت لي في موزايك وفي الحوار تلفزه ولا راديو حاجه واحده تلفزه ولا راديو راديو بيان سور اما التلفزه نحبها خاطر نحب البلاتو اما راديو تقول لك خير بيناتهم تلفزه نحب الخدمه فيها اما الراديو لا بلو بروش ا مون كور معناها نحس الراديو اذكى من التلفزه بلوتو يعني تحب الخدمه في التلفزه اكثر اي فوالا نحب جو سوي اكتيف نحبش نبدا قاعده وكهو فهمت بنشوف الخال ما بعدكم الانترفيو هذا تحليل ولا تدريب انت لاعب دولي سابق اختنا من الكوره حتى كي نقول لي باش ترجع توا نصورك باش ترجع شوف تحليل ولا تدريب بريوريتي بالنسبه لي انا هو التدريب اما تو دخلت في دومين التحليل نجم نقعد في التحليل
الخطر التدريب كان يخليونا ساعة البلاصة نفس وجوه عندهم 30 سنة وميراني ومكبشين عليك آخر إكسبيريون بشيت البنة مكبشين في الدنيا أخويا وديما نقوله ومتنرفز فيهم ووصولي للكلام اللي كيفاش تتكلم علينا هاد مكبشين في الدنيا ولا نهار مع أنت هما فرد تفكيركم شيء نحن تم اخذين لديبلوم تانا جدد ولا نعرف هنا واحد قاعد تخلي يراني ولا مليش اسم جديد لعويم الاخرى بحق مليش اسم جديد هما بيدهم نفس لوجو يتنرفز ولا متنرفزوش هما ليزون ترين قاعد يراني وتوا في الكل فهمت دونك عليك خالد تلزم شي عمل تجربة البرة كما آخر مرة في السعودية وانت تتقلق من صور من حاجة ماذا ديك انا في تونس لا بتشجع في كل حاجة لا انا في تونس في تونس رغم من رنية ما نقعدش في تونس ندرب في تونس لا في تونس لا يمكن في الليجون اي اوكي في جمعية كبيرة في الليجون اوكي اما باش ندرب سينيور لا ماشي من طموحاتي تجمع بشوية بشوية بعد في الجمعية الكبيرة لا ماشي من طموحاتي منحبش بيبو نرجع نكمل الانترفيو هايلايتس مع نادر رجعنا لكم في هايلايتس من توا حتى المات 3 توا باش نكملوا في الوان تو وان ما اسمه وان تو تو يظل اذا مش وان تو وان جي جي وان تو تو واي فوالا الخدمة كنت تخدمها تفشل فيها جيهان خدمة كنت نخدمها نفشل فيها كل شيء بخلاف الصحافة كل شيء ما نحب شيء كان الصحافة من جو مو فوا با في بلاصه اخرى ما نجمش روحي في مثلا لا الناس تحب خدمتك بنكاجيه ما نجمش نخدم بنكاجيه ما نجمش قوم الصباح نمشي نخدم نلبس حوايج هكا الكل ونمشي جو ريسبكت تو لي بانكي دو موند والناس اللي تخدم في الادارات اما انا ما نجمش معناها نفشل فيها سور تفهمش برشا في الحسابات تاع الفلوس الجمله ما نحسبش انا خالد معاك اي ما يحسبش خالد خالد خدمه كنت تخدمها تفشل فيها طيب طبيخ دوق تاكل برك بيتزا مقلوب فازين لك ونعرف كنك ناس طيب جمع طيب جهاز خليه وحده ما طيب يقعد ياك فضيت همان فضيت المشكلة أكثر شخص تعدي معه وقتك جهاز عائلتي أنا را عائلتي خالد زين ماما عائلتنا الصغيرة والكبيرة وصحابي معنى عنا احنا ما نيش واش اصحاب راهو احنا كابتين هذوكم هما حياتنا كاملة ديما مع بعضهم وعائلتي معناها بو موا لا بريوريتي سي لا فامي كابتين صحاب اللي عملتهم ديديكاس قبيله هذوك هذوكم هما وفما عباد اخرين بيان سور اما هذوكم هما ديما مع بعضنا اقرب واحد خالد اكثر شخص عادي مع وقتك شخص برك عطيني اسم برك زين وبنتي زين وريحانه وليانا معناها ما قلت ليش جي ليلي هو زين يسونتخي هكا في بالي في بالي نعرف في بالي شوف فيه صار شوف فيه تصور ستوريته كل لازم عنده كل يوم واحدة مع زين حتى مرة في الجمعة هما يقوموا معمرين على بعضهم يقوموا زوز لسقين في بعضهم مصباح للي نغير معناها في الاخر شخصية ما تجمش تعيش بلاش بيها جي شخصية شو معناها شخصية ام بيرسوناج اي فهمت ام بيرسوناج اما دون كيل سونس ام بيرسوناج تجي مثلا تقول لي خالد تقول لي حد معناها فوالا فما شكون مرة سألته قال لي كلبتي هكا ولا حكي فيه ما نجمش واحد امبوسيبل اعطيني شخصية المشكلة فاش تبدا تبدا تعمل انترفيو مع صحفية تعطيك برشا اجوبة دبلوماسية خالد ضيع دخلك منهم ليه عندي فما ثلاثة عباد في حياتي زين مش ثلاثة أربعة بلوتو زين وخالد وماما وزين بأختي ما نجمش لا تعملهم شخص واحد هذوما اي الكل زينب وزين ديجا عبد واحد وخالد وماما معناها ما نجمش نعيش بلاش بيهم اخزر خالد شاتين ياسم برك اعطيني شخصيه برك خالد زين زين اي ميساج انا جو بو بارتاجي مون امور الامي والاختي والخالد وزين هو يحب زين معناها هو يحبنا الكل بيان سور اما لا نحبهم سي سبيسيال هو زين تري سبيسيال اسمعني وبناتي وعلى راسي وين وكل شيء ما هو ده هو سبيسيال هو صغرون فهمت نخسر كل شيء في حياتي كان عائلتي العائله مقدسه بالنسبه لي حتى خالتي انا عائلتي مقدسه نفس الاجابه خالد العائله امبورطون برشا ريت في تونس ما عادش يعطيو قيمه برشا العائله راه هذيك شنو قلت قبيله لونتروتيان ولا يعطيهم معناتها الجو والواحد العائله راه سي تري امبورطون راه ما عادش فما كي قبل ذاك العادات تاع بكري اللي تلم وكل ما هاك القعده في الدار العائله وتفطر مع بعضكم تو تلقى طفل يفطر وحده وبوه يفطر وحده تو العائله نحن نفطر كان مع بعضنا نتعشوا كان مع بعضنا حتى في رمضان خالد تعرف عندي خدمه في رمضان ريستورونات نشوف فيهم معبيين ريستورونات لكل مدى هذه لما ابسط حاجه رمضان انا في رمضان ما نخرجش ولا ابسط حاجه رمضان ما نخرجوش احنا وغوصا ديمون في دارنا
ونحب لما معناها اكسسوار اصحاب العائله نحبها ريت نحنا تو ما لعبت تشد لي بوختاب لان راهو في الدار كي نروح نحط طنيه واحد واثنين نقعد تبع في كل المسلسلات ونقعد يموت على المسلسلات لا لا معناتها القدام هذوك تاع مازلنا في الزغرق مازلنا شكيك انا فهمت اكثر حاجه تخوفك جي اكثر حاجه تخوفني نجم نقوم نبكي اكثر حاجه تخوفني سك لا بيرت نتاع حد قريب اللي هما عائلتي معناها تاع السيتون هذيك تعدينها اي لا 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 ما نخافش من هذيك خاطر جو سيك شنو اللي ما بيناتي انا وخالد ربي يفضلهم لك الخوف من لا بيرت نتاع حد قريب لك اكثر حاجه تخوفك تخوفني الخبث تاع العباد فهمت خطاو الدنيا تاو العباد ما انت وليت لو جسر على الفلوس وما انت تعمل لك كل شيء باش كيفاش نقولها كيفاش باش ما تاخذ لك فلوسك ولا ما انت تعمل كل شيء تتقرب لك ولا تخدم في مخها ياسر فهمت وهذيك تضرك صارت لك حاجه تقدر في عيلتك صارت لك حاجه تقدر تبيها نهار خالد امور فلوسك يا ما مسحاب فما تقدرت نصحى قلبة صحيحة يعني صارت كبيرة مش تاع فلوس ليه ليه ما انت تعطيه انت من وقتك وتكون راجل معاه وكل شيء وهو طلع في الاخر اللي هو ما انت يلوج كان في مصلحته ما عاد عدى بيك وقت وقعد هذيك الخطرة الخايبة راه طلع ماهوش صاحب في الاخر ولا مو صاحب ما تصحي راهو كلمة صاحب صعيبة راهو ما جا تحكي معاه بعد لا 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 انا راهو انا راهو نقعد معاك ونصحاب وتجيب حذاي ونمشي بحذاك وشيء اما سيفي تصير فازا ماش كاو ما ما نكلمك لحد شيء ذكرى ما ترجمش تنسيها جي باهية ولا خايبة ذكرى باهية خلينا في الباهية يزي بلا خايب باهية هني قلت لك مقبلة كيما لا ميم كيسيون كو لي سوفنير سي جون اي بلوزيور معناها ما فماش حاجة بركة ولاد زين تاع وقت عرفت على خالد اي ما عنديش حاجة سبيسيال ما عنديش حاجة سبيسيال كيف كيف خالد ولاد زين ووقت عرفت على جيهان لا ريحانة ليليانا زادة كي تولدوا كي تعرفت على الجيهان فهم برشة دي مومون بهير معنت ربي فضلهم لك زين كي تولد معنت نقعد معك خالد أحسن لاعب تونسي بالنسبة ليك توا أحسن لاعب تونسي توا في الوقت الحالي يوسف مساكني قعد ما تلتو بالنسبة ليك هو أحسن جوار خلص أنت لك قبل سؤال قد يوسف لا لا يوسف مساكني فميش معنت فلتأ معنت فم شوف ما حضرت على طارق ذياب وهذوما الكل اللي حضرت عليهم انت اللي حضرت عليهم انا الكل خويا الفلته اللي لعبت معاهم لعبت مع ناس كل راهو يجي يوسف من بعد بالنسبه لي انا يوسف من بعد درج ومن بعد كشيخاوي هذوما الثلاثه فهمت دونك ما فهميش معناتها تكنيك ما في فور ودراجي كيف كيف خويا معناتها وحتى الشيخاوي هذوما الكلاس هذوما من الاول راه ما تحكيليش على القدم الكل مازالوا يكوروا هذوما فوالا باش نوريك حتى القدم قدم معناتها اللي يحكي لك يقول لك ترى شكون انا بالنسبه لي انا هذوما اللي ريتهم معناتها خير من القدم يعني خير من طارق ذياب وال... لا مش خير من طارق ذياب طارق ذياب حاجه اخرى معناتها فهمت هذاك في جينيراسيون تاعو نحكيك في جينيراسيون اللي حضرت عليها اللي حضرت عليها انا احسن ملاح احسن ملاعبي هما هذوما الشيخ يوسف اللولاني الدراجي ومن بعد يجي الشيخاوي جيهان احسن منشط خدمت معاه واحسن برنامج خدمت فيه احسن منشط خدمت معاه انا عندي انا سيمي الفهري راهو نيميرو 1 ميم سي باش عبيت تخالف عليه معناها مانيش نحكي على لا بيرسون جو لا ريسبكت مي سيمي الفهري سي نيكول بالحق سي نيكول وامين غارا تعلمت معاه برشا خدمه راهو معناها ميم سي نتخالفوا في برشا حاجات وبعدنا كل واحد على روحه اما امين غارا تعلمت معاه بالحق كيفاش نقولوا النظام اللي تري متيكولو امين في خدمته معناها امين يعلمك الخدمه المنظمه بعد لو كونتوني اون سان فو اوني با داكور في كل شيء اما من ما نجمش ما عنديش احسن منشط اما يمكن احسن راجل في الميديا عندي انا سامي الفهري sans exception معناها ما غير ما تحكي لي على حد انت خدمت مع برشا دونك عندك انا سامي في انا سامي نحب وفما انا في الورتاني من اقوى لي زانيماتور في تونس دا الى ان باك جراوند طير على الاخر امين غارا رفيق بوشنير برشا انا منشطين باهين اما انا اللي تعديت خدمت معاه بالكدي معناها امين من اكثر العباد اللي تعلمت معاه الخدمه معناها وسامي الفهري سي نيميرو 1 مازال الاسئله ايما الوقت ما عادش فما برك سيي نحب نقول مبروك سي على ليندا المروي على النجاح نتاعها تاع الباك مونسيون تري بيان
ديديكاس هذا من عند بوها مراد المروي ويقول لها ألف مبروك يا حياة قلبي. معكم حد باك جميعا. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحة. صاحبنا عاد مراد المروي الولاد ما تنسيهوش. ها حتى جيجي عندها ديديكاس الباك. ها عندي باش نعملوا ديديكاس انا وخالد شيرا صاحبتنا بنتها نجحت باك دودو باك فرنسي. آه دودو هاي مبروك لدودو فرد مرد مونسيون تخي بيان خويا. نقولوا له دودو ان شاء الله مبروك وان شاء الله في المأهم. في نهاية البرنامج نشكر كامل الفريق محمد شيحة في الاعداد تصفيقا محمد شيحة كمل في مبروك عزة تواجي في الاخراج سوفيان واللكحل في الاخراج الرقمي واحنا نتلقاو الجمعة الجاية كالعادة في هايلايتس. باي باي هايلايتس مع نادر